فريدة يلا ادخلي العبي مع فريدة شوي. حاضر مامي. يا مامي هو اللي ضربني الأول، كفاية كدب بقى، أنا ما جيتش ناحيته يا مامي. طب غروا من وش انتوا الاتنين. ما شاء الله عليك، انت العاقل اللي فيهم. شكرا يا مامي يا عسل. فين بقيت ال 200 جنيه؟ ها؟ 200 جنيه ايه يا مام؟ مش بعتك تجيب علبة لبن؟ فين بقيت ال 200 جنيه اللي اديتها لك؟ لا ده مش انا يا مام، ده اكيد حد من الاحمدين اللي جوه. فين بقيت ال 200 جنيه؟ 200 جنيه ايه يا مام؟ انا معرفش حاجة عن الموضوع ده. بقول لكم ايه، هو انا كل ما هكلم نسخه فيكم هيقول لي معرفش حاجه؟ اكيد احمد اللي قاعد بره. ايوه طالما مش حد فينا يبقى اكيد هو. ماشي والله لا اعرف شغلي معاكم. يا دي المصيبه، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الاكل اتحرق، مفيش غدا النهارده، وانت سبتيه ليه لحد ما اتحرق؟ انا قلت الليل اطفوا البوتاجاز على الاكل بعد 5 دقايق، سابته لحد ما اتحرق. طب شوفيها لحد ما اشوف شغلي مع احمد اللي بره ده كمان. انا ماليش دعوه يا مامي، ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. ولا انا يا مامي، انت اكيد طلبت منها هي. ما هو اكيد واحده منكم، هو في الليل غيركم في البيت؟ مش جايز في نسخة تانية واحنا ما نعرفش؟ ايوه جايز. ازاي يعني الكلام ده؟ لا طبعا، عموما انا هعرف شغلي معاكم. هنعمل ايه مع العيال دي؟ شفت بيعملوا ايه؟ كل ما نكلم حد على حاجة يقول لي مش انا. موضوع محير جدا. بس انا لقيت الحل، الحل اللي يخليهم ما يقدروش يضحكوا علينا تاني.